أنا كنت محاسبة بالشركة قبل ما كريم يتهمني بالسرقة ويشحطني. شو هي المعلومات المهمة اللي كنت بدك تخبرينا إياها على التليفون؟ أنا بعرف مين اللي قتل فرح حبيب وحاول يقتل عامر الباشا. مين؟ كريم حداد. كريم هو القاتل. الحق علي، ما كان لازم نروح لعنده، بس فكرت انه ممكن نوصل لحل معه بالكلام. بسيطة بسيطة، سامي طول عمره راسه مثل الحيط. اسفي اسفي كريم، علقتك بمشكلة مع ابن خالتك. ما تعتلي هم، سامي صحيح ابن خالتي، بس انت وعامر طول عمركم اقرب لإلي. بعدين الحق حق. شوفي شو متوقعين؟ شو متوقعة أنت يعني؟ يعطيكي ابنه ويقول لك تفضلي خدي ربيه؟ حطي حالك مطرحه، واحد حاسس إنه ابنه رح ينسرق منه، إيه مو بيضرب بيرتكب جريمة قتل. شادي مش ابنه. ما حدا بيعرف. منشان هيك بدنا نعمل هالفحص ونخلص. ليكي ماما رح أقول لك إياها على بلاطة. أنا مالي رح أسمح إنه يجي ابن فرح من الشارع ويقاسم ابني على رزقة أبوه. أبوه بعد ما مات. بعدين خليه يجي هلا نربيه نحن بمعرفتنا ويكبر عنا تحت نظرنا. احسن ببكره ينطلق بس يقطع 18 سنه ويرفع دعوه عليكي وعلى كنان يطالبكم بحصته. وقتها اذا قدر يثبت انه ابن عامر بيضب المصاري اللي خايفه عليها وبيروح، لانه ما في شيء بيربطه فينا. على القليله اذا ربي بيناتنا حصته بتضل بقلب العائله. صح اللي عم تقوله طنط صباح، ما حق فيه، وانا هيدا رأيي كمان. اطمن ما بقى جبت من بعد ما ضربتني. ألو، هاي فرح كيفك؟ لا ما عم بحكي معه. فروح انتو شو عاملين بكرة بالويك اند؟ لا لأنه عم فكر اطلع أنا وياك سوا هيك على الجبل نقعد لحالنا قعدة نسوان يعني. ما بدي، لا بدي أشوفه ولا بدي أحكي معه، مالي طايقته. شو قلتي؟ غريب مرة عاقلة وكلاسيكية مثلها بتتعاطى فراغ ولا ثقة؟ أو مانا مبسوطة. من بعد ما ضربتها ومن بعد الحكي اللي حكيته عنك صرت حسك بوجهين، شخص رومانسي بحبه وبيضحكني أتمنى قد كل حياتي معه، وشخص تاني بخاف منه ما بعرفه. أي واحد منهم أنت؟ حسب مين عم يتطلع فيني ومن أي زاوية بده يشوفني ويتعامل معي. أنت ولينا ما بتشبه بعض،
ابدا. وعلى فكره هذا الشيء اللي علقني فيكي، فمستحيل اني ضايقك او اذيكي او حتى تشوفي الوش الثاني اللي عم تحكي عنه، لانك ذكيه، قلبك دافي، بتحبي المغامره مثلي. اما ما بحس حالي بسبات شتوي كيس فول بالفريزر. حرام عليك، هاي الحقيقه. لينا، لينا، طيب العرض الثاني؟ هلا العرض الثاني السعر اقل، بس مواد طليانيه مش المانيه، ونحن بكل المشاريع مستعملين الماني. طيب مشي العرض الاول حتى لو في فرق بالكلفه. كريم حداد؟ ايه انا. خير شو في؟ كذابه. هيدي وحده كذابه. بدها تضيع لكم وقتكم ووقتي كمان. طيب ليش بدها تتهمك تهمه مثل هيدي؟ لانها اكيد حقد علي وبدها تنتقم مني. سيدنا انا وياها لهالبنت كان في علاقه بيناتنا، كنا مصاحبين يعني. وكمشنا مره عم تسرق وشحطها وبعدها شيلت لي اياها وبدها تجرب تنتقم مني حتى لو بتهمي وسخه مثل هيدي. يعني انت وعامر ما كان في خلافات سببها المصاري اللي كانت عم تنفقد من حساب الشركه؟ مش معقول هالبنت شو ما عندها خيال. يعني طالما قررت انها تالف لي تهمه تلاقي وحده غير القصه اللي فلت فيها من الشغل. مش معقول شو طلعت تافهه وغبيه. بس هي قالت انه في مره سمعتكم عم تتخانقوا خناقه كثير قويه وكان سببها المصاري. مزبوط، بهيدي معها حق. كنا نتخانق كثير بسبب المصاري وبسبب غير اشياء كمان ما كنا نتفق عليها بشي ورشه بشي كونترا، وهيدا شيء عادي بصير بين كل اثنين شراكه. بس توصل معي حتى خطي طاقته لشريكه. عامر مش بس شريكي، هو صديقي ورفيق عمري من نحن وصغار. ليت الحادث وين كنت؟ كان سهران عندي بالمطعم تعشينا سوا وشغلتي بيشهد وبشي. هي ساعة اجا كريم لعندك على المطعم وهي ساعة راح؟ اجا بحدود الساعة 10 وضل سهران لخلصت السهرة وفل على الثلاثة 3:30. بعدين لوين رحتوا؟ على الكازينو. الو. ايه ماما، مالي معصبة. ايه يلا يلا فورا. هاي هاي، كيفك؟ بخير. لقيت حالي قريبة عليكي، قلت بمر بشوفك. هاي هعمل قهوة معي نص ساعة قبل ما يجي التلاميذ. مو منيح. شو كيفك أنت وعامر؟ ملايكته حاضرة. يلا سمعان. ألو. أهلين حبيبي. تمام بخير. أنا بالنادي يعني ساعة تانية بكون بالبيت. ماشي يا عمري، بحبك أنا. يلا باي باي. باي. صلحته؟ فوراً تاني يوم بعد ما رجعنا من الجبل. نمرود كتير يعني لأمنتي عليه جابت نتيجة. هاي؟ ليش وصار؟ قصدك شو ما صار؟ فرح. قضيت ليلة أنا وعامر من أول ما تزوجنا لليوم ما قضيت مثله. مراهقين، مجانين، يعني شيء مو معقول. هو
رومانسي لدرجة الحب اللي كنت عم حسه منه يهمس لي بكلام. يعني كيف إذا اتنين لسه متعرفين جديد على بعض؟ مو هيك؟ الدفى، الغزال، شي خيال خيال قلب مثل الدور الهايج المجنون. مجنون. بتصدقي كل ما بتذكر شو صار قلبي بدق لهلا. طب خي انبسطت لكم كثير. حبيبتي بتعرفي شو عم فكر؟ انه بكره نروح نتغدى بشي مكان حلو. ايه نطلع اكيد، ليش لا؟ سامي اتركني، ماني طايقة حدا يقرب مني هلا، اتركني. خلص قلت لك بنبيعها ونشتري لك وحدة غيرها. صار لي 5 سنين عم بشتغل مثل الحمارة وماني قادرة اشتري سيارة مثل الخلق. بتضل عم تنطع فيي. ماني مضطرة كل مرة اتبهدل بالشوارع بنص الليل وقعد اقدق لك وانت حدا يجي ياخذها. ماشي، خلص انزلي بكره على الشركة ونقي السيارة اللي بدك اياها بس ضمن البادجت تبعنا. البادجت تبعنا. استحليت بس شي مرة ما تحسبها. مستحيل بس شي مرة تقلي روحي اشتري اللي بدك اياه من دون ما تقطعت لها من المصاري. ليلينا بشو احسن مني؟ ما فهمت. ليلينا سيارتها حقها بلاوي. بعدين انا اوضاعي ما بتسمح لي اشتري لك وحده مثلها. ان شاء الله السنه الجايه بشتري لك احسن منها، بس من هلا لوقتها مشي حالك بسياره صغيره مهضومه ضمن البادجت. فروحه فروحه. قلت لك اتركني. بعدين الحب مش بس بالحكي. الحب اخذ وعطى، وانت بتضلك عم تاخذ ما بتعطيني شيء. وحياتك سامي، حيجي نهار حابرم ظهري وامشي. ما عم بفهم انا، انت مصممه نتخانق يعني؟ لانك صاير عم بتحاسبني على الليره. وامتى؟ هلا بس صار شغلك منيح وبس صار معك مصاري. انا عم حاسبك على الليره؟ دوك انا على كل اللي عم بقول لك اياه انه انا هلا مش قادر اشتري لك هذه السياره. ما عم بفهم عليك ادبك، تعال مشكى ولا شو؟ شو صاير لك؟ أنا كل شي بتحمله إلا البخل. ما بقدر أعيش بحياتي مع رجال بخيل. أنا بخيل؟ عامر أنا متضايقة كثير. متضايقة. بدي أشوفك بكره. بكره طالعين كلياتنا مع بعض. ما فينا نكون لحالنا. أنا وسامي مش طالعين. تخانقنا. ما بعرف شو بدي أعمل. أجلوها للطلعة. إلا هلينا إنه عندك شغل أو شيء. ما فيني ألغي الطلعة فجأة هيك. ما بقدر فرح. يا دوبنا متصالحين. اوكي خلص روح انبسط انت ومرتك وابنك وبس تفضيلي احكيني. كيفك طنط؟ اهلين كريم. اتصلت فيك كان تليفونك مسكر. كنت عند البوليس عم بحققوا معي. انت عم بحققوا معك؟ ايه. بنت كانت تشتغل عندنا محاسبه، رايحه قالت لهم انه انا وعامر كان في مشاكل بيناتنا وانه انا مدبر الحادث. على كل حال ما تشغلي راسك بالموضوع. طمنيني هلا شو الوضع؟ عملوا له سيتي سكان لدماغه وهلا جاي الدكتور بده يعمل له فحص وطلب يشوفنا. ان شاء الله يا رب. مرحبا. اهلا. اجى دكتور؟ لا بعد. لينا انت منيحة؟ ايه منيحة. موسيقى
صح؟ فيك تعمل مثل هاي؟ لا ما فيني. ليه؟ شكلها مثل القطار. قال ما عم تحكي مع سامي، قلت لها تطلع معنا لحالها ما رضيت. ايه شو المشكلة؟ ما رح تطلع اكيد بلا جوزها. يلا بابا يلا يلا. يومين ثلاثة وبيتصالحوا. بدك تاخذها معك هي؟ خلينا نروح. يلا بابا يلا. بابا بدي. يلا بابا بدنا نروح مشوار. هاتي له جاكيته. ركبها ركبها بابا يلا ركبها. شو وينك؟ بالنادي. أنا هلا وصلتهم على البيت، عم حكيكي من السيارة، شغلة نص ساعة بكون عندك. أنا ظاهرة هلا، ما راح أنطرك. قلت لك نص ساعة وبكون عندك. ما عبالي شوف حدا، عبالي أبقى لحالي. طيب طيب، نلتقى بكرة؟ ما بعرف. ما بعتقد. لازم أسكر. باي عمر. باي. هداونا بالبيتزا؟ ايه. هيدا عملنا له دليت. بعد في حدا بتشتري من عنده؟ ايه في الحلاق تبعي، بس الي زمان كثير ما رحت لعنده واصلا مسحت رقمه من عندي. ايه كثير منيح، هيدا تليفونك صار نظيف. يعني ما بقى عندك حجه تتصلي بحدا. يلا كل كم ساعه بتصل فيك وبطمن عليك. انا ضايجه كثير سامي. كثير حاسه حالي رح موت. لو شو ما صار لينا لازم تتحملي. ما لازم ترجعي تتعاطي. لحظة لحظة. مسكي. شو؟ مهدئ؟ الله يخليك ما بدي. بدي بطل كل شيء. ما في عم ضل مهدودة طول النهار من المهدئات. محظوظ هاللقيم. لساتني بحبه. ما بقدر اخلص منه. ولا رح اقدر اخلص منه. ولا رح اقدر احب غيره بحياتي. مسخرة اللي نحن فيه ما. مسخرة. شو جاد ما بدك تروح على البيت؟ لشو؟ شو بتفرق إذا رحت ولا ما رحت؟ حكيت معك؟ لا، من هذيك الليلة ما حكيت معي. تعرف شو مشكلتك أنت؟ شو؟ مشكلتك إنك رابط سعادتك بحدا من براتك. الولد بحس لما تكون أمه مشغولة عنه وعقلها بغير مطرح. ماما الله يخليكي، أنا مالي طايقة تلميحاتك أبداً، ومالي طايقة حالي، وبعدين مالي مشغولة عن ابني، كل شيء طلعته من ساعتين زمان. إيه، وين رحتي؟ رحت عملت فتلة بالسيارة، لأني حاسة حالي رح أختنق، رح موت. يعني ما كنتي أنت وسامي؟ والله أنا عايفة حالي، ما قدراني أخذ وأعطي، والله. ألو؟ كيفك؟ فيك تجيب لي هلا لهون على البيت؟ أنا بطلع باخذهم منك. أوكي. باي. ما بدك تاكلي؟ لا، ميرسي.
ايه عامر؟ فرح انا بدي اشوفك. هلا بدي اشوفك. ما فيي. انا بالبيت وسامي برا. ليش هيك عم تعملي؟ انا بشغلتك معك. اوكي، ما غلطت معي. انا الغلطانه. غلطانه بحق حالي كمان. خلص عمر بدي اسكر، هلا سامي بحس علي. باي، بنحكي بعدين. فرح، يا عامر انا بالبيت وما بتأجلوا لبكره. طيب يلا ماشي ماشي، يلا مسافة الطريق بكون عندك. اوكي، مع السلامة، باي. انا مضطر انزل على الشركة ومش رح طول. فرح حبيبتي، لأمتى بدنا نضلنا هيك؟ لا انا لئيم ولا انت لئيمة. خلص حياتي. I love you. كيفك؟ أهلين أستاذ سامي. منيحة؟ إيه الحمد لله. خير في شيء؟ إيه لا أبداً، جاي يشوف أستاذ عمر. أستاذ عمر ظهر. هلا هو اتصل فيه ولا إجي لعنده؟ كيف؟ والله ما بعرف، بركة طار يظهر. تأكدي مش هون؟ إيه. فيني أساعدك بشيء؟ لا شكراً، ميرسي. مجنون؟ شو عم تعمل هون؟ اشتقت لك وأنت ما بدك تشوفيني. عامر فل، هلا بيجي سامي. سامي ما راح يجي قبل ساعة، طرقات زحمة. ممكن افهم انا بشغلت معك؟ فل، بكره بنحكي. انا ما راح امشي لحتى اعرف شبك. شوفي. لينا. لينا خبرتني كل شيء عني صار بيناتكم. ايه شو؟ ما فهمت. خبرتني انه كنتوا سوا ومبسوطين، كأنه اول مره. غيراني؟ اترك لي ايدي، اترك لي ايدي. حبيبتي شو كان بدك يعني اعمل؟ الشغله وصلت بيننا للطلاق. لو ما عملت هيك كانت لينا ضلت ملاحقه السيره لحد ما وصلت لعنا وكانت طربقت الدنيا فوق روسنا. بدك تقنعني انه انت عملت كل هيدا التضحيه؟ تضحيه كرمال لينا ما تعرف. ايه هذا اللي صار. عامر،
بتحبها؟ مجنونة. أنت عم تسألي هذا السؤال؟ عم تبكي. ما عم بقدر أتخيلك معه. عم بتوجع، أحس حالي عم بتخزق من جوا. ما تبكي. أنت كل شيء بحياتي. أنت أحلى شيء بحياتي. ما تبكي. خلاص فل. فل، هلا بيجي سامي. في شيء؟ لا ما في شيء، بس ما طولت. لحظة يا عامر، وينك يا زلمة؟ رحت على المكتب وما لقيتك، واتصلت فيك على التليفون وخطك مسكر. ايه بسيطة، ما بيأثر. لا لا ما في، ارجع هلا، في عجلة كثير على الطريق. خلص ليك، تعال بكرة على الورشة وجيب معك كل الفواتير وأنا بشوفهم. ماشي، يلا اتفقنا، تصبح على خير. باي باي باي. عم يقول انه اضطر يجيب ضيوف على المطار، وتليفونه كان مسكر والبطاريه خلصت. سيره طويله صراحه، انا ما فهمت. اوكي. ايه كريم، في شوية فواتير لازم تسكر لي اياهم كرمال حسابات الورش. ايه امتى بنروح لعندك؟ ماشي يلا اتفقنا. الله معك، مع السلامة، باي. اجت، اتصلوا في من بنك اليو بي ال. ايه، في شخص مقدم تشك مزور باسم عامر الباشا، بده يصرفه. شو عملت؟ قلت لهم ياخروه عندهم بحجة انه مبلغ كبير، وبعت الدورية. اهلا لينا، اهلا، نورتي. بدي مصاري. تكرم عينك، قد ايه بدك؟ 10 بكفي؟ بكفي. اساسا انت صار لازم ترفعي دعوه، لازم تاخذي حكم من المحكمه حتى تقدري تمشي الشغل وتمضي عن عامر وتتصرفي بحسابات البنك. وانت صار لازم توقف تعبايه براسها لماما صباح انه في شيء بيني وبين ابن خالتك. ليش؟ لانه انا مالي الصرمايه فرح لحتى اعمل اللي عملته. انا؟ الله يسامحك لينا، الله يسامحك. مرة واحدة حكيت مع طنط صباح بالموضوع لما خبرتها وغلطت وبعتذر، من وقتها ما عدنا جبنا سيرتك. غريب، يبقى ليش أنا وماما صباح قالبين مثل النار والبارود؟ لسه ما بنحكي مع بعض كلمتين إلا ونتخانق. شوف كريم، أنا مخنوقة كتير كتير، واللي حوالي هن اللي عم يخنقوني. لهيك كل واحد فيه بيضمه كلمة يبلعها. عم شوفه رسامي بلا مزبوط، بس مو لأنه في بيني وبينه حب ومعشقة وغرام مثل ما حضرتك مفكر، مثل ما صباح مفكرة. لا، عم شوف سامي لأنه مصيبتنا وحدة. سامي الوحيد يلي لما بتطلع بعيونه ما بحس إنه شفقان علي، ما بحس انه عم يحكي بينه وبين حاله. مسكينه حماره نايمه على قدانا، هذا السبب عم شوفه لسامي. هيك لهيك انا عم شوفه لسامي. لا انت بدك تفهم ولا صباح بدها تفهم،
ما بدكم تفهموا، ما بدكم. وانا تعبت، مليت، وركن كسرت، وقعت. رحموني بلحظة، خرب بيتي بلحظة، صرت ولا شيء ولا شيء ولا شيء بلحظة، صرت كل شيء. خلص روقي، ما بدي هيك تعصبي هيك. ان شاء الله بكره عامر بيقوم من الكوما بالسلامه وكل شيء بينحل. طولي بالك، ما بدها هالقد. معصبي شوي. هلينا مش عملية شك مزور وبس. هذا الشاب في وراء قصة كبيرة. تكون صور عامر وفرح على الموبايل تبعه، يعني أكيد مرت بشي. بعد دورية تفتش بيته، وبكرة الصبح بنحقق معه. أنت كمان؟ لا، أنتوا كلكم جنيتوا. لكن ليش كان حاضنك وتلبك لما شافني؟ ولك أنت ما بتفرق شي لا عن كريم ولا عن ماما صباح ولا عن حدا، ولك أنت مفكرة حالك أكبر من هيك. لينا لينا لينا، هاد نفسه اللي صار بيني وبين كريم. شفني ضعيفة كتير، انت مو أملة مني. انا ما بعرف ايش عم بصير هيك، ليش هيك عم حس. بس أنا عن جد لما شفتكم مع بعض غيرت. ما كان لازم أحكي هذا الحكي، ما كان لازم أحس هذا الإحساس. أنا عن جد بعتذر. ما مصدق بعده مثل ما هو، مثل ما كان من 20 سنة. عن جد؟ ميرسي حياتي. عن جد ميرسي. قدي أجلوك يا؟ مو مهم، بس هدول قرايبينك يعني صحيح على حافة قبرهم، بس هلا كوني لو وافقوا. أنتوا كلكم هيك بالعيلة؟ خبرني قد هيك. المهم تكوني مبسوطة. مبسوطة؟ مبسوطة كثير، طاير عقلي. ورجيني. تعالي ورجيكي باقي البيت. بعرفه. لا بيكون تغير من زمان. وين؟ تعالي. وين بدك تهربي؟ بدك تشوفي بقية البيت؟ طيب ماما طيب. خلص قولي لي أنت إمتى بدك تجي لحتى أبعث لك سيارة تجيبك على بيروت. ماشي خبريني انت. باي ماما، باي، مع السلامة. باي. شو في؟ ما في شيء. امي مشتاقة لكنان، حابة تجي تزور عنا كم يوم. شو بك شو في؟ عمر نحن شو هلا؟ تعي. شو هالسؤال الكبير هاد؟ عامر هلا نحن شو؟ ولا شي حبيبتي، انا عامر وانت فرح. عن جد ما اسالك، ماني عم بمزح، عم بسالك عن جد. نحن لوين رايحين بعلاقتنا؟
لك وين بدك انا نروح؟ عايشين ومبسوطين، وين بدنا نروح؟ بس حبيبتي نحن اثنين بنحب بعض، تمام؟ وما حدا بهالايام قدران يحب بدون هم ووجع راس ومسؤوليات. لعلمك حبيبتي طلع فيني، ثلاث ارباع البشر بيتمنوا حياتنا هي. بس انا صار لي فتره عم حس انه هذا الشيء ما عم يكفيني. بدي اياك الي بس، ما بدي شاركك مع مرتك، ما بدي موت من غيري كل ما تخبرني لينا وعيونها عم يضووا انه كنتوا سوا ومبسوطين. رجعنا لنفس السيره حبيبتي، انا قلت لك شو صار وليش. عمر انا مش هي مشكلتي، بدي نكون لبعض انا وانت وبس. حتى سامي ما عاد بدي شاركك فيه. هلا قاعدين ورايقين ومبسوطين، ليه بدك تعكرينا؟ عامر من اول ما تعرفت عليك انت جبرتني اختار بين الصح والغلط، بينك وبين الاخلاق، وانا برمت ظهري على كل شيء ونقيتك الك لاني حبيتك، وانت قلت لي انه بتحبني وما حبيت حدا قبلي وما رح حب حدا بعدك. يعني معناتها حقق اعرف علاقتنا لوين رايحه. فرح شو بدك؟ ما عم بفهم عليكي. شو في؟ بدي نتجوز. نتجوز؟ مشان كل شيء عم نعيشه ونحسه يصير عادي ويموت بعد شوي؟ فرح اذا في معنى لعلاقتنا انه هي مساحة برا كل شيء، برا العادي، برا الجنان والستريس والمسؤوليات والقرف. انا وياك لما بنكون مع بعض بحس انه نحن طايرين. ليش بدك تنزلينا على الارض؟ ليش بدك تحولي الشيء المعادي لعادي؟ ليش؟ ومو بس عادي، وبملل وغليظ وبيشبه اي شيء بالدنيا هي بلا لمعه. مين قالك اذا جوزنا ما رح نكون مبسوطين؟ ليه ما فينا نعيش نفس الشيء اللي عايشينه هلا؟ لانه هي هيك، هي هيك فرح. الزواج بيقتله للحب، بيموته. انا وانت عايشين ومبسوطين ومنحب بعض، ليش مستعجله تقتلي هالايام الحلوه اللي بيننا؟